ثم برشا من الناس اليوم يعزفوا على الزواج شباب جديد، لكن فما شباب في سن صغير يخطب، شنو هو الشيء اللي خلاه يخطب؟ راهي طفلة حبة، فما برشا مواضيع نجم حبة نجم أعملهم معاي. حبيت شكون؟ بالطبيعة خطبت ولا؟ ليه؟ هيك حبيته ما خطبتش؟ ايه ديريكت اللي يحب يمشي يخطب ديريكت، ما لابش يخطب كابيسا ما يزمو يمشي يصدو، مش مشكلة كابوسا معناها خطب صاحبها اليوم يمشي غدوة يخطبها. قد ايه ليك تعرفها اللي حبيتها؟ ثلاثة شهور اه بريود صغيرة. هي تبادلك نفس الشعور ولا شني؟ لا عادي. شني عادي؟ فسر لي، حسها تحبك ميلت لك وإلا تضيع بك في الوقت؟ ليه تحبني؟ تحبك. شنو الشيء اللي خليك متأكد؟ برشا حاجة. ثم فازة صارت خليك تعلق بها؟ برشا فازيت. يعني احكي لي فازة باهي عجبتك منها على الاخر. برشا فازيت ما يتحكيوش. ما يتحكيوش. انت انتيم؟ وانت تهز كادو ولا لا باش ترضيها؟ شكون؟ ليه ما تغشش على انت تهز لها كادو وردة حاجة باش ترضيها؟ ايه نرموها شنين مش شنو هو كادو اللي هزيت في عيد الحب؟ اش هزيت لها ولا ما خلطتش عليها؟ نزل ما خلطتش عليها. انت تعرفت عليها بعد عيد الحب؟ عيد الحب. تمشيش عيد الحب جيت فرشكها معاها؟ ليه علاش فرشكها؟ ليه بنت حومتك ولا تقرا معاك ولا ما هيش من الزون نتاعك؟ ما هيش من الزون نتاعي. انت من نوع ترضى تاخو واحده من العائله؟ ليه ما نحبهمش. عليه؟ عليه؟ هكاك ما نحبهمش. نحب واحده برانيه خير من واحده تخرب لك. برانيه؟ علاش تختار برانيه؟ برانيه خير من واحده تقرب لك في برشا حاجات. سأل تقرب لك تعرف السيتياسيون نتاعك، تعرف العائله وتعرف الوضعيه. اي وانت تعرفها وتعرف العائله وتعرف الوضعيه نتاعها وتعرفها من بعد شنو باش تدور ولا ما باش تدور. قاري لها حسابها. تاخذ واحده تقرب لك من بعد تولي لك ما نعرفش شنيا وتولي تحب امها تولي تحب وتولي تحب. انت مع مبدا انت مع مبدا الزواج مبكر يعني في سن مبكره ولا لا؟ والله عادي تبدا جوك به عادي. جوك به ماديا تقصد؟ اي ماديا وحاليا كل شيء. باهي وانت جوك به ولا؟ ايه انا كي نلقى معناها عادي انا عارف. شو باش تلقى خدمه؟ مش خدمه هذه. مش مشكلتي خدمه. عادي انا في 21 عادي نعرف. عادي طمع. ما يقلقكش؟ ما يقلقني. من بعد ما تندمش تقول عرست بكري؟ ليش علاش شنو باش ندم؟ 21 22 شباب على وقايد تقول انت وقايد علاش باش تندم مثلا؟ ثم شكون في عائلتكم عرس بكري؟ تندم في صوره 100 معناها شنو انت؟ ما عرفتش تختار وقت. صحيح ولا زربوك داركم ولا اختاروا لك داركم. وقتها باش تبداو المشاكل والعركة، اما تبدا انت مختارها الطفلة ما عندك علاش باش تبدا. بوك وامك يتدخلوا في اختيارك ولا لا؟ ما يتدخلوا. يعني يتدخلوا في حالة تعرف شنيا في حالة معناها يعرفوها الطفلة ماهيش بيها فهمت؟ وين اختارت؟ اما باش معناها الطفلة يعرفوها مريق لو اختارت هنا معناها ماهيش ما عنده حتى. انت قلت لي ما ناخوش من العائلة. عندك اخت بنية؟ عندي اخت بنية. عندي ثلاثة اخوات بنية. ثلاثة بنات، فيهم المعرسة ولا؟ فيهم. باهي ربي يهنيها. ترضى مثلا انه اختك تاخذ من العائله؟ يا عادي شنو المشكله اختي ماخذه من العائله. يعني انت ما تاخذش من العائله اما نورمال اختك يخطبها من العائله توافق؟ ايه كي يخطبها واحد معناها نعرف انا ويقرب لي معناها جو به مش برا. تبدا متاكد منه؟ ايه خير من نعطيها لواحد برا. اش بيك انت ما قلتش نسابي اللي باش نمشي لهم يخموا نفس تخمام؟ شكون؟ معناها تقول انت نسابي نمشي لهم واحد وشنو يخمم؟ انت تخمم تخميم وانا اخمم تخميم سبحان الله. انت تعرف شنو اللي يقربوا لك وانا نعرف شنو اللي يقربوا لك سبحان الله. عندك اصحاب في سنك خاطبين ولا معرسين؟ عندي. وشنو هي حياتهم صبا؟ والله واحد كل مره واحد يشكي واحد يبكي. وانت شكون باللي اثر فيك اللي يشكي ولا اللي يبكي؟ لا عادي انا ديما نقول صايب عليك. يعني واحد يجفلك على العرس وواحد يشجعك؟ مش يجفلك ما حكالي حتى واحد على العرس اما عرفت فما شكون ندمه معناه فهمت؟ عمل حاجة ومن بعد ندم عليها. ما تجيش في مخك ساعات تقول نمشيش نعرس ومن بعد نندم حسب اللي تشوف فيه قدامك؟ ليه تبدا طفلة تحبها ما عندك علاش باش تندم ولا انت مختارها ما عندك علاش باش تندم. عندك ثقة اللي هي بعد العرس ما تتبدلش معاك؟ ليش باش تتبدل معاك؟ معناها ما تبدلكش قبل العرس وتبدل بعد العرس. برشا قالوا هكا وفي بعد العرس راهو وجه اخر. كيفاش باش تتبدل مثلا؟ حتى سلوكها معاك تصرفاتها معاك برشا حاجات. ليه؟ وانت من نوع تتبدل بعد العرس ولا؟ كيفاش نتبدل؟ مثلا تروح فايد ما تغش ترد الفعل على مرتك على صغار. ليش تروح يعني؟ ليه؟ كالم؟ كالم تروح تفض امورك ومن بعد تروح للدار نظيف، معناها تروح تغش مع بيت تروح تنام مع مرتك.
علاش الدرجة مو كيما يرى أخته كيما يرى بلاد الناس. أي كلمة حلوة برشا. إيه أنت كي تحب أختك متهنية زاد أخوها، أخو الطفلة يحب أخته زاد الأخرى متهنية. مساجك للشباب اللي قادم على الزواج؟ والله ربي يهنيهم الكل قسما بالله، طفلة تحبها عرس بها وخذ. باهي، نسبة الطلاق اليوم عندنا تقريبا بين 10 و 13 ألف قضية طلاق سنويا حسب الإحصائيات الأخيرة. شنو رأيك نعملوا سونتر دو فورماسيون للمقبلين عن الزواج اللي باش يقبلوا على الزواج، يتكونوا فيه مجانا عن طريق الدولة شهرين أو ثلاثة أشهر، ومن بعد يعرسوا يرسكلوهم. علاش يحب يعرس يمشي يعرس؟ يا ودي هو الطلاق على عجلة. ها؟ الطلاق على عجلة. يعرس وبعد يحب يطلق خلي يطلق ربي معك. يعني ما ماكش ضد الطلاق؟ علاش عرس بالكش الله أعلم، جاي نهار العرس لقى حاجة أخرى، جاي شوف والله برشا حاجات ساعات بها نهار العرس يلقى راس حصان. اكسيدونتي. تصور تصير لك الفازة تلقى اكسيدونتي نهار العرس تعمل؟ ردة فعلك. نلقى انا اكسيدونتي ليه ما كان نجربها قبلات ما ناخوش وحدك. شنو نجربها؟ شتاي ليه؟ صاحبي بسكليت هي. شنو باش تاخوها؟ راس حصان يا خويا صايش رابطها لقيتها راس حصان ليلة العرس اش تعمل؟ ماك تحب تواصل وتواصل وطفي الضوء وتاخذ موقف شنو تصرفك؟ يغمى عليك تجيك جلطة اللطف على خويا. علاش تبعثها لدارهم بالمشت؟ كل المصاريف والملايين اللي حطيتها اش تعمل لها؟ انا دفع الله ما كان عاد. وتعاود بعد عرس اخر ولا؟ اي ما لبشت اش تعمل؟ تعاود كي تعاود تلقاه واحد اخر وراس حصان اخر اش تعمل؟ علاش الكل باش تهزم لليهوديه هذي ماك باش تاخذ من ذيب باش تاخوك ماك تعرف انت شنيا معاشرها تعرفها راس حصان يعني انت تحب تقول تحب تجيبها زيرو معناها زيرو كيلومتر من الدار شنيا زيرو كيلومتر هكا ما صاحبتش تفل اي اما مش لدرجه راس حصان مش راس حصان عادي معناها شو معناها واحد لا باش نحكي كليان بالله شتي راس حصان معناها انت تاخذ طفله تلقى راس حصان باهي لو كان هي قبل العرس تقول لك راني انت حبيتها وهي حبتك قبل العرس فتره تجي تقول لك باش نحكي معاك موضوع تقول لك راني انا مانيش صبيه صارت لي كا وكذا وكذا تواصل معاها ولا تبطل؟ ما نواصلش من المان تحكي لي قبل حتى معناها شنو تعرفنا تحكي لي مش من بعد في الاخر معناها تحكي لك من المان لو كانت تتعرف عليها ومين جي بي تحكي لك هاك باش تفصح ايه بتبيع انت فاصع من المان ولا في اخر منه ولا منه الفصحة حاصلة بتبيع شيء تاخوها علاش ما تقولش ربما غلطت ربما تعرضت لعملية اغتصاب ربما صارت كا من انسان نذل وندمت علاش ما نسترهاش ونواصل يا اخو انت طفلة تخرج معاها غدوة تلقى ذاك عاملهم معاها عادية معناها هذا نورمال انا عادي وانا راس حصان معناها نورمال تخرج يقول لك وتحمتك راني عاملهم معاها هي مزمرة بصراحة يعني أنت تخرج تمشي تخدم تروح تلقى واحد آخر في بلاستيك في الدار هكاك يعني فما شكون صارت له الحكاية؟ فما برشا شنو موقفه؟ ها؟ شنو موقفه؟ شنو موقفه؟ واحد من الصدمة بقى يغزر له طفل قسما برب الكعبة هذيا صايرة سايحة مدخل لقى طفل في حومتنا هذيا صاير بقى مرته في فرشة مع شكون؟ مرته في فرشة مع شكون بقى يغزر بهت حتى طفل الكليب وصايي والراجل مازال يغزر معاه قسما برب الكعبة الخيانة الزوجية اليوم ولات موضة؟ موضة طو عادي أختها معناها شنية عرفتها مش في البلايس الكل لو كيما تري في البلايس عرفتها شنية على معروفين بالخمج وبدو واحد عادي يلقى حتى مرته يخدم بها عادي ما يقلقوا شيء قسما بالله يخدم بها وما يقلقوا شيء ربي يسترنا ربي يسترنا وربي يبقى علينا الستر وربي يهدي جميع شبابنا وجميع بناتنا وولادنا يا رب يا رب إن شاء الله